أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الدولة لقطاع الاتصالات باعتباره أحد القطاعات الحيوية الواعدة التي تساهم في دفع ونمو الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضي، حيث تم استعراض خطة عمل الوزارة لتطوير القطاع. وشدد الرئيس على أهمية العمل على تطوير قطاع الاتصالات لتزويد مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بأحدث وسائل التكنولوجيا والارتقاء بمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين. من جانبه أكد وزير الاتصالات على أن أولويات الوزارة تشمل التركيز على تحسين خدمات الإنترنت وشبكات الهواتف المحمولة، فضلا عن تعظيم دور منظومة الاتصالات لدعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. التقى رئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية وزراء العدل العرب